ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض نعمل توابل السبع بهارات. دايما بنسمع السبع بهارات نحطها مع اللحمه، مع اللحمه المعصجه، مع الكفته. فتعالوا النهارده نشوف مع بعض ايه هي مكونات السبع بهارات. معانا معلقه كبيره من الكزبره الجافه، معانا معلقه كبيره من الحبهان المطحون او الهيل، معانا معلقه كبيره فلفل اسود، معانا معلقه كبيره جوز الطيب، معانا نص معلقه قرنفل، معانا معلقه كبيره قرفه، معانا معلقه كبيره كمون، ومعانا جوز الطيب برده. هنا اهي دي هنبشرها وناخد منها معلقه كبيره، فكله هيبقى معالق كبيره ما عدا القرنفل هتبقى نص معلقه. تعالوا مع بعض نطحنهم ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. انا بشرت هنا جوز الطيب بالمبشره الصغيره دي، اخدت منها معلقه كبيره، وهبتدي بقى اطحن كل الكلام دون كله معالق كبيره ما عدا القرنفل نص معلقه. هطحنه في الكبه مع بعض ونرجع مع بعض. وادي السبع بهارات لما طحناهم ناعم جدا. طبعا بنستخدمها في اكلات كتير ووصفات كتير. استنونا هنعمل لكم وصفات كتيرة نحط فيها السبع بهارات. واتمنى يكون الفيديو سهل وسريع ويعجبكم. تابعونا، تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.